بحث محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر مع مستشارة السفارة السويدية وممثلة الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي آنا جيتيت ومسؤولة البرامج في اليمن بوكالة التعاون الإنمائي السويسري نادين أندرياجيني، بحث معها ضرورة التحول من الحلول الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة بالمحافظة. وخلال الاجتماع الذي حضره مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية المختصة، شدد المحافظ طاهر على أهمية التحول من الحلول الطارئة إلى مشاريع التنمية المستدامة وخصوصا في مشاريع التعليم والصحة والقطاع السمكي، مشيرا إلى ملف ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية والمعاقين حركيا. من جانبهن ثمنتا آنا جينتيت ونادي أندريا ثمنتا الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل كل الصعاب، ووعدتا ببذل جهد مضاعف من أجل التخفيف من معاناة السكان والعمل على تنفيذ مشاريع خدمية مستدامة بالمحافظة في الجوانب الصحية والتعليم. عقدنا اليوم اجتماع مع بعض المانحين الأوروبيين وخصوصا السويديين والسويسريين في وجود مدير عام منظمة الأوسيا وبعض المنظمات الأخرى. كان نقاش جاد وكانت المخرجات رائعة جدا. ركزنا على المشاريع المستدامة، المشاريع الكبيرة التي يستفيد منها المواطن على مدى عشرات السنين.